السلام عليكم. ده برنامج واجهة برنامج بلوديسك ريفيت 2023. زي ما احنا شايفين هنا كده، مفتح البرنامج اللي بيظهر لنا بيبقى هنا في الريسنت، المشاريع اللي اشتغلنا عليها قبل كده. تحت بيبقى في الفاميليز، طبعا هتتطرق ليه هي الفاميليز في الكورس ان شاء الله. بيدينا طبعا شوية امثلة. على الشمال هنا عندنا الموديل، لو عايزين احنا عاملين واحد اوريدي عايزين نفتحه ونكمل شغل، فتبقى اوبن. لو هنشتغل من اول وجديد زي النهارده كده تبقى نيو. نفس الكلام في الفاميليز، لو عاوز تعمل فاميلي بتعمل نيو. لو انت عندك فاميلي عايز تعدل عليها بتكتب تفتح اوبن. احنا هندوس على نيو. طبعا احنا كمهندسين مدني بنشتغل على حاجة اسمها Metric Structure Template. ده اللي احنا بنشتغل عليه. احنا بنشتغل هنا على النظام في مصر، واحنا في مصر بنشتغل متريك مش امبيرير، بنشتغل متريك. بعد كده create new، بنختار احنا بنعمل project مش بنعمل project template. يعني لما تيجي تفتح بعد كده بتقدر تفتح عليه على طول اللي هو انت تاخده تعدل عليه. فاحنا لا، احنا مش بنعمل كده، احنا هنا بنشتغل حاجة من أول وجديد، فتبقى ايه البروجكت عادي. نستنى يفتح. ده واجهة البرنامج من جوه، الـ User Interface زي ما بنقول عليها كده. على الشمال هنا في عندنا حاجتين، حاجة اسمها الـ Project Browser والـ Properties بتاعت الـ Material اللي هنشتغل عليها. دول الاتنين دول اللي هنقدر نتحكم فيهم، وهنقدر في أي حاجة، في أي عنصر في البرنامج هنقدر نغير أي حاجة فيه من هنا. وهنا ديت اللي بتدينا البلانز اللي هنشتغل عليها. ده برنامج بنشتغل عليه 3D، مبنشتغلش عليه 2D. فعشان اقدر اشتغل 2D لازم اول حاجة اخش من 3D احدد اللي انا عاوزه، الليفل اللي انا عاوزه، ليفل 1، ليفل 2، ليفل 3 and so on. بعد كده عندنا elevation من ال west وال north وال south وال west. بعد كده عندنا فوق هنا التابس اللي هنشتغل عليها. عندنا هنا الاركتكتشر، ده ملناش دعوة بيه قوي، هنستخدم منه حاجات بسيطة جدا زي لو في رامب او ستيرز. طبعا هنستخدم الليفل في الداتم هنا. يعني بعد كده نخش احنا بقى التاب بتاعتنا الاستراكشر. هنا ممكن نضيف البيم، الوول، الكولوم، الفلور، للناس اللي شغالين ستيل. عندنا التراس والبريسز والبيم سيستم اللي بيشتغلوا في الهناجر وكده. الكونكشن، والكونكشن اوتوماتيك لو انت عاوز عادي جنريت كونكت كونكت لوحدها. وبعد كده عندنا بقى انواع القواعد، الفاونديشن، ايزوليتد، وول لو هنعمل حاجات في البدروم، ريتيننج وول او حاجه زي كده. والسلاب هنا دي مش قصده بيها السلاب العاديه، قصده بيها الفاونديشن سلاب اللي هي الرافت زي ما احنا بنقولها كده. بعد كده هنمشي هنخش على حاجة اسمها reinforcement. عندك الريبار، هنا مبنقولش عليه ستيل، بنقول عليه ريبار عادي. ده هنا هنحط سيخ واحد بس أو مجموعة من الأسياخ المحددة من آخر مكان مغلق زي البيم، الكولوم، الفاونديشن. الأريا دي بتبقى للسلابس، يعني لو فلات سلاب، سول سلاب، هولو كور، اي نوع من انواع السلابس عايزين نحط لها reinforcement بنحط لها، نستخدم على الاريا. الباس، والباس دي بتبقى بنختار حاجة محددة لاين معين بيمشي عليه البرنامج لوحده عشان يقدر يدخل حديد تسليح. ده بناخد استخدام اكتر في السلالم، السلالم الحلزونية، السلالم العادية برضو بنستخدم الباس فيها اكتر من اي حاجة تانية. بعد كده هنا ده الكابلر، طبعا ما تخش احنا مش عارفين في مصر. الكفر ده لازم اي عنصر خرساني تحدد له ايه الكفر بتاعه عشان لما تيجي تبليس الريبار يبقى هو عارف البعد عن العنصر ده قد ايه، تيجي يحسبه هو لوحده مش انت تشغل دماغك انت الموضوع ده. بعد كده نخش على قائمة الستيل. زي ما قلت لكم عندنا الكونكشن والكونكشن اوتوميشن، البليت لو عايزين نحط بليت في عمود او حاجة، البولتس لو انت عاوز تحط بولت، الويلد سمكه قد ايه، الكلام ده كله يعني بتوع الناس اللي شغالة ستيل اكتر. البري كاست احنا مش هنشوف في مصر، ولكن هنحاول نتطرق ليه شوية، ازاي تقدر تقسم السلاب ل هولو كور، بري كاست، بري ستريسد، الكلام ده كله هنحاول نظبطه في من الكونفجريشن ان شاء الله.
السيستم ده للناس اخواتنا اللي شغالين ميكانيكا وشغالين في الـ في البلامينج انجينيرز والكلام ده. الانسيرشن دي بنقدر ندخل منها لو عايزين نعمل لينك ريفيت في الطبيعي. لو احنا شغالين بره، ما اعتقدش انه موجود جدا في مصر، بيجي لنا موديل معماري من المهندس المعماري، موديل ريفيت معماري جدا، بنقدر نعمل له لينك، فبيجي لنا الخصائص الانشائيه بس منه، ما بيجي لناش في الابواب ولا حوائط ولا شبابيك ولا الكلام ده كله. نقدر احنا نشيلها عن طريق نعمل لها اللينك يعني، نقدر نشتغل عليه. اللينك كاد، لو عايز تعمل لينك كاد، لو احنا فاتحين كاد لازم يكون نفس النسخة يعني 23، لازم الكاد يكون 23. لو اشتغلنا على حاجة هنا بتعدل في اللوحة في الكاد، لو تعملنا حاجة في الكاد المفروض انها بتعدل هنا، بس طبعا بتطلع فيها أخطاء كتيرة يعني. ده للناس اللي شغالين عايزين يعملوا سويل، الناس اللي شغالة سويل أو شغالين مساحة أكتر. ممكن تعمل لينك بي دي اف، لينك ايمج. امبورت ده انت بتستورد، انت بتجيب الملف بتاع الكاد بتحطه هنا، فانت اي حاجه بتعملها هنا هي بتشتغل هنا بس، مش مالهاش دعوه بالكاد خالص. نفس الكلام في امبورت ايمج، امبورت بي دي اف، مفيهاش لينك. اللود فاميلي، لو احنا عندنا فاميلي معينه عايزين نعمل لها لود من هنا، او بندور عليها من هنا على طول. الانوتيت، الانوتيت ده اي حاجه عايزين نعمل لها انديكيت على البلان بتبقى من هنا. عايزين بقى ناخد دايمنشن، عايزين ناخد نعمل كول اوت، عاوزين نعمل ديتيلز جروب، عاوزين نحط سلوب، عاوزين نعمل تكست تاج لعنصر معين عشان نبقى مميزينه. كل ده بيتاخد من ان شاء الله من التاب دي او من المكان ده يعني. انالايز، انالايز يعني احنا ممكن نحط اللودز على المنشأ وبنبتدي نحدد له من الاناليتيكال موديل احنا عاوزين ايه بالظبط، ونحدد العناصر الانشائية بكل عنصر لوحده. ومفروض ان احنا بعد كده بنعمل له اكسبورت، بعد ما نعمل الكلام ده كله هنا بنعمل الاكسبورت للروبوت. طبعا عشان انا معايا النسخه التعليميه فما فيهاش الكلام ده، ما اقدرش اعملها اكسبورت للروبوت. السايت ده اكتر للناس المعماري، احنا ممكن نشتغل منه بس حاجه بسيطه جدا زي الكورسنج سيستم والحاجات اللي هي بتبقى ايه بتاعتنا، وبرضه تبقى معماري دي لو هناخد فيها لود يعني، ما اعتقدش ان هي هتبقى لينا احنا لازمه قوي، هتبقى اكتر للمعماري يعني. هنا راح شغالين في مكتب معين بيبقى ليه زي لايسنس، كل الناس اللي معاهم اللايسنس دي بيقدروا يخشوا من هنا يعرفوا اخر واحد اشتغل على ايه، فانا اقدر انا اشتغل كانشائي، المعماري يقدر يشتغل، المهندسين الميكانيكا يقدروا يشتغلوا كلهم من نفس المكان ده، ونقدر نعرف اخر واحد كان شغال ايه وعمل ايه، ونقدر نتكلم مع بعض كلنا من المكان ده. فده احسن تقريبا برنامج ممكن اشتغل عليه في الكوردينيشن يعني. الفيو، الفيو هنا بنعمل منها الكول اوت، بناخد منها سكشن 3D فيو، الريندر لو عايزين نعمل صورة كده نخليها تبقى ريندر، عايزين نطلع جداول للحديد التسليح لكمية الخرسانة، لعدد المنشآت، كام عمود، كام قاعدة، كام سلابة، كام كله من هنا ان شاء الله. في برضو الويندوز دي تبقى حاجة اسمها سويتش ويندوز، لما نكون فاتحين كذا ويندو ممكن نفتح كذا ويندو مع بعض عن طريق حاجة اسمها WT. تمام. السبليت ويندو، تي دبليو، فتح انجلش ستوري، الدبليو تي اللي هي بتبقى نقدر نفتح فيها كذا ويندو، بحيث ان انا لو شغال هنا على حاجة معينة يقدر يشوف في الناحية التانية. وده لو الناس عايزة تشتغل على كذا سكرين او عايزين يشتغل على كذا حاجة، لو فاتحين كذا موديل ده مثلا دبليو تي، فتقدر تفتح كله مع بعض، اقدر اشوف كل حاجة شغالة مع بعض. مانيش دي بتبقى اكتر للماتريال، ازاي نقدر نظبط الحاجات التانية ديت. لو عايزين نصدره للدينامو، عايزين نصدره لمكان نابس وور، كل الكلام ده بيتعمل هنا. طبعا مش هتخرج للكلام ده يعني. موديفاي دي طبعا عندنا هنا بقى الايه الاداه بتاعتنا اللي هنشتغل بيها ان شاء الله. دي موف، زي ما انتم شايفين كده هنا مكتوب جنب كلمه موف ام في، ام في هنا ده اللي هو الاختصار بتاع من الكيبورد. هنا مش زي الاوتوكاد مفيش تحت كوماند بار ممكن نكتب فيه، فانت لازم تكون حافظ الحاجات ديت عشان تقدر تشتغل اسرع يعني. فام في موف،
وطبعا سي او كوبي وبعدين روتيت، وبعدين لو انت عاوز تريم اكستند برضو من هنا. طبعا كل ما نقف عليها كده هيبتدي ان هو ايه يعرفك ازاي ممكن تعمل وازاي، يديك مثال يعني عليها. الاوفست الالاين ده تقريبا من اهم الادوات اللي هنقدر نشتغل عليها في الكاد، قصدي في الريفيت، عشان خاطر يقدر يظبط معانا شكل الصورة وشكل شكل اللوحة هتبقى عامل ازاي، يقدر يخليها كلها aligned على حاجة واحدة. ميرور طبعا دي تقريبا من أهم الحاجات اللي عندنا. طبعا هنحدد كل ما بنتكلم عليها حب سريع جدا في الشرح إن شاء الله، هنقدر إن احنا نتكلم عليها بطريقة أسرع جدا الكلام دوت، وهندي أمثلة هيبقى الموضوع إن شاء الله أسهل من كده بكتير. يعني الكلام ده كلام كتير مفيش فيه حاجات، يعني مع المثال إن شاء الله الموضوع هيبقى أحسن إن شاء الله يعني. شكرا.